نروح للمهندس شريف العريان طبعا امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه من الجزائر مباشره، عشان نقول له اولا مبروك مبروك يا فندم، يعني العدد الكبير ده من الميداليات، مستنيين النهارده كمان عدد ان شاء الله في المنافسات اكبر، ومنهم المنافسه الخاصه بباسنت حميده على ذهب زي ما كنت بقول 200 متر. فخلينا نسمع من حضرتك في البدايه، وبعدين السؤال الثاني عايز اروح شويه لما هو قادم بقى واولمبياد باريس 2024. اتفضل فندم. أشكرك طبعا، مبروك لمصر كلها، نتائج متميزة، نتائج رائعة، نتائج متوقعة، الناس عارفة كده من الأول، الأندية المصرية والاتحادات عاملة توقعاتها بالظبط لإيه اللي هيكون. إحنا في الدورة الماضية ترجونا في إسبانيا 2018 مصر حققت 45 ميدالية متنوعة منها 18 ذهب، وخلصت في المركز الخامس في ترتيب الدول. المرة دي الحمد لله إحنا ماشيين في نفس، يعني تقريبا نفس عدد الميداليات، يزيد حاجه بسيطه يقل حاجه بسيطه، انما في نفس الاتجاه ببعثة يمكن اقل عددا واكثر تميزا، انما المشكله المره دي في عدد الميداليات الذهب اقل وسوف يكون اقل من المره الماضيه، وده يمكن ياثر في ترتيبنا وننزل بدل الخامس ممكن نبقى خامس او سادس او سابع. برضو ده لا يقلل من ان النتائج مميزه جدا، عندنا عطاط زي ما حضرتك قلتي بسنت حميده لاول مره بتفوز بال 100 متر وتحقق رقم اكثر من رائع 11 ثانيه و جزء بوينت واحد يعني، والرقم ده لو هي حسنته حاجه بسيطه في السنه القادمه ده رقم يدخلها نهائي الاولمبياد، ودي حاجه طبعا يعني اكثر من رائعه لو تم. عرضا ده 200 متر هي المرشحه للفوز الحقيقه ان شاء الله في البطوله النهارده، نتمنى لها التوفيق. عندنا ماتشات في اليد، اليد المرشح الاول برضه الفوز ده في فرق كره اليد، عندنا لسه التايكوندو، عندنا لسه السلاح هيبدا، عندنا تكمله رفع الاثقال، والاوباش عندنا طبعا هم يعني نصيب الاسد للميداليات باذن الله، عندنا نعمه ان شاء الله مرشحه للميداليات ده باذن الله، يعني لسه في ميداليات قادمه كتير لا تقل عن يمكن 10 ميداليات في اي حال من الاحوال، ولسه في على الاقل ثلاث اربع ميداليات ذهب ما كانش اكثر يعني. فاحنا ان شاء الله نتائج مميزه، ان شاء الله نستقبلهم استقبال الابطال لما يوصلوا، بس راجع على كذا دفعه يوم ثلاثه اللي هو النهارده ويوم خمسه ويوم سبعه ان شاء الله، انما هدلوا عليهم نتائج اكثر من رائعه، ان شاء الله مصر زي ما قلت تكون خامس او سادس في الترتيب العام على 26 دوله، ودي حاجه مميزه جدا. طيب احنا الخامس او السادس، وانا خليني اقول لحضرتك الرأي العام شايف ان ده حاجه مش وحشه، بس انا عندي سؤال وده راجع برضو للسؤال الاولاني اللي كنت بقوله لحضرتك، فكره هنا ان انا عندي كوادر عظيمه جدا، وفكره ان انا عندي كمان مش بس كوادر وبتاخد اكبر الامكانيات، لا هي كوادر وبتتلقى امكانيات هنقول يعني معتدله، فقدروا من خلال هذه الامكانيات المعتدله ان هم يجيبوا لي او ان شاء الله هيجيبوا لي خامس او يعني المستوى الخامس عالميا، احنا بنتكلم من الدول المشاركه، فدي نقطه اعتقد زي ما هي شويه ممكن تكون سلبية بس هي نقطة إيجابية جدا. فمن هنا يا باشمهندس شريف أنا عايز أروح مع حضرتك، لو هناخد دي تجربة، هذه البطولة تجربة لباريس 2024، إزاي أنا ممكن أبدأ بقى أقول يعني الحمد لله من مركز خامس كويس لأقول لا أنا عايز أنافس على الأول وعلى الثاني وعايز أخش باريس 2024 وعايز أجيب ميداليات ذهبية غير مسبوقة في أي مشاركة مصرية قبل كده، هل أنا أقدر أصلا أقول حاجة زي دي؟ طبعا طبعا، مصر بلد كبيرة مش بلد صغيرة، مصر جابت 6 ميداليات في الاولمبيات الماضيه ذهبيه وفضيه واربع برونزيات، باريس الهدف اللي يكون نجيب اكثر من كده ونبقى في تصاعد مستمر، وجود مصر قادره على هذا الحقيقه. ما تنسوش في طوكيو 2020 ما كانش فيه الاوناش، الاوناش رفع الاثقال كانت موقوفه لمده سنتين وبالتالي لم نشارك، صحيح الكاراتيه هيخرج او خرج من الاولمبيات بالفعل، فده كان فيه ميداليتين لفريال وجيانا فاروق، دول مش هيكونوا موجودين، انما الرفع الاثقال يعوضها والعاب اخرى كمان ماشيه في الطريق الصحيح تقدر انها تحقق ميداليات زي الباص زي السلاح زي البوكسيه زي الرمايه، الحقيقه يعني عندنا فرص كتير الحقيقه غير الناس اللي اوريدي بتحرز يعني. احنا الخامس او السادس من 26 دوله، في بعض الالعاب دول بحر الابيض المتوسط فعلا هم ابطال العالم، وبعض الالعاب لا الحقيقه. ده حاجه واقع احنا فيه. الاولمبياد 206 دوله، كل العالم بيشارك، فمنافسه مختلفه، منافسه اقوى واكبر. انما عندنا وقت، عندنا لسه سنتين كاملين لغايه الاولمبياد باذن الله، نقدر ان احنا نعد ابطالنا اعداد افضل،
اللعيبه المميزه زي ما انت قلت عندهم فرص المنافسه لازم ياخدوا يعني تدريب مكثف جدا ويتعمل لهم كل حاجه مطلوبه زيهم زي اقرانهم من الدول الاخرى اللي هم بينافسوا على الميداليات، وساعتها الحقيقه هنقدر ان احنا ننافس، هنقدر ان احنا نعمل حاجه اكثر من رائعه. احنا دايما نتمنى عندنا كذا هدف، الهدف مش بس الميداليات، الهدف ان احنا طبعا نكسر العدد 6 اللي هو اكبر عدد لمصر في تاريخها في الادارات الاولمبيه، انما برضه نتاهل اكبر عدد من الالعاب، اكبر عدد من اللاعبين، لان هو ده المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. انا مش هطول على حضرتك باشمهندس شريف، بس كل اللي احنا اكيد كجماهير مصريه بنامله او كشعب مصري بنامله ان احنا ما يبقاش فيه بعد كده مشاركه عالميه او دوليه مصر بتشارك فيها وبعدين ما بتحصدش الجوائز او الميداليات المرجوه او المنتظره من قبل الجماهير علشان اي سبب كان، وبعدين نقول ما احنا هنحل. يعني اتمنى ان شاء الله قبل اولمبياد باريس 2024 اي مشكله، اي ثغره، اي اتحاد، اي بطل عندنا عنده اي مشكله في اي حته سواء ماديه معنويه whatever حاجه لوجيستيك تتحل من دلوقتي علشان احنا نقدر بعد كده لما نروح باريس 24 ما يبقاش في اي ازمه نقدر ان احنا نقول هنبقى نحلها بعد كده ان شاء الله في الاولمبياد اللي جايه. حضرتك النقطه بتاعتي واصله لك بس يا فندم؟ موافق بنسبه 100%. خلاص المشاكل اللي لازم تكون محلوله من الاول، لازم نكون موفرين لابطالنا واتحاداتنا واللجنه الاولمبيه المصريه كل الامكانيات عشان تحقيق الاهداف المطلوبه، انما ما ينفعش ان احنا ما نوفرش امكانيات وبعدين نقول ليه ما احرزناش. الحقيقه ده فرصه خاطئه. الحقيقه التناغم دلوقتي مع وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي رئيس وزير الشباب والرياضه موجود بشكل كبير. يمكن مشاكل مصر اللي موجوده في الرياضه اغلبها مشاكل ماديه. أيوة. ماديه فقط لا غير. ولو توفرت الماده اللي حصلنا اللي فعلا هيدار نفسه وهيدار حوالي نتائج رائعه، ما فيش اي حاجه هتوقفنا ان شاء الله. ان شاء الله الدول باذن الله. بإذن الله. بشكرك جدا أنا وكريم على هذه المكالمة باشمهندس شريف العريان. شكرا لك جدا.